السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنبدأ مع بعض، هنتكلم على تحقيق الاستدامة من خلال تقنية البيم. في البداية حاب أشكر مركز القضايا العربية للبحوث والدراسات الإنسانية ودكتورة ميرفت شرف الدين ودكتورة أسماء أبو لاشين على إتاحة الفرصة ديت. بداية أنا اسمي عمر سليم، شغال بيم مانجر. دكتور زهير استاذنا ويعدوا في الـ IBBSA International Building Performance Simulation Association، ويعدوا في Engineers for Sustainable Egypt. فكرة الاستدامة دي فكرة قوية جدا، ازاي ان احنا نعمل مبنى صديق للبيئة، ودي من حاجة مهمة جدا، لان للأسف زمان كانوا بيعملوا بيوت صديقة للبيئة، لكن حاليا نتيجة ان احنا عايزين نعمل مباني متطورة وشكلها جميل على حساب الكفاءة بتاعة المبنى، أصبح فيه أمراض كتيرة جدا بتجيلنا من خلال إن إحنا بنقعد في مباني غير صديقة للبيئة، مباني فيها مشكلة في كفاءة الهواء الداخلي. ويمكن الموضوع ده ظهر بشكل قوي جدا مع كوفيد 19، لما اضطرينا إحنا نقعد في البيوت فاكتشفنا إن البيوت غير صالحة إن إحنا نقعد فيها، هي مصممة إن إحنا نيجي ننام مش مصممه ان احنا نعيش فيها. طيب احنا نلاقي مصطلح عندنا، مصطلح اسمه السستينابيلتي او الاستدامه، وفي مصطلح تاني اسمه العماره الخضراء. طيب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان السستينابيلتي بتهتم بثلاث حاجات، بتهتم ب ان تعمل حاجه صديقه للبيئه، فمهتمه بجانب البيئه ومهتميه بالاقتصاد ومهتميه بالاشخاص، لكن يمكن العمارة الخضراء مهتمية أكتر بالجانب البيئي. وفي ملحوظة مهمة جدا إن العمارة الخضراء مش معنى كده إن نباتات كتيرة أو إن إحنا ندهنه أخضر، لأ، ممكن يبقى العمارة الخضراء وما فيش فيها أي نباتات والمبنى مش مدهون أخضر، ما فيش علاقة، اللون ملوش علاقة بالفكرة نفسها. تمام؟ ليه؟ لأن العمارة الخضراء مهتمية بإن إحنا نقلل الاستهلاك بتاع المياه، نقلل استهلاك الطاقه، نزود من كفاءه، نحسن الهواء الداخلي، مفيش فيها ان احنا لازم نزرع نباتات، وان كان زراعه النباتات بتدي تاثير لكن هو مش من ضمن الشروط. طيب فوائد لو احنا اهتمينا بموضوع البيئه ده على المستوى العالمي، ان قطاع البناء والكونستراكشن من ضمن اهم الاسباب لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبتقدر ب 84 جيجا طن من غاز ثاني اكسيد الكربون، وده لازم يبقى فيه رد فعل قوي جدا بحيث ان احنا نحسن الاداء بتاع المباني في 50% واكثر من الطاقه المستهلكه في الابنيه، ده اللي بيزود ارتفاع درجات الحراره، وده اللي احنا شفنا اثره الايام اللي فاتت ديت، زي مثلا باريس الناس من شده درجه الحراره بدات تنزل في البرج بتاعت المياه اللي المفروض انها معموله للسياحه. في مباني التزمت بفكره العماره الخضراء، فلقينا ان المباني اللي واخده جرين ستار، ودي مقياس للعماره الخضراء في استراليا، انبعاثات الاحتباس الحراري الناتجه من المباني ديت اقل من المباني التقليديه بنسبه 62%، واستهلاك المياه الشرب اقل ب 51%. هو ما بيقولش الناس ما تشربوش، بس بيعمل ترشيد لموضوع استهلاك المياه واستهلاك حتى في الحموم، يعني في بلومينج فيكتشر بتحسن الاداء بتاع استهلاك المياه. الابنيه الخضراء في الهند وفرت طاقة من 40 ل 50% من الطاقة، ووفرت من 20 ل 30% من المياه المستهلكة. فدي فكرة ان انت تعمل مباني صديقة للبيئة ويكون في جزء مجتمعي وفي جزء اقتصادي وفي جزء بيئي في قلب التصميم بتاعك، بحيث ان احنا ما نستهلكش اكتر من اللازم، لان ممكن مثلا المبنى هيستهلك 100 طن حديد واسمنت والحاجات دي كلها، فلو انا استهلكت 200 طن ده كده انا خدت من حق الاجيال القادمه. المباني الخضراء قلنا انها هتركز على الجانب ان المباني تكون خضراء.
فعندي جانب الانفايرمنت بنحسن الايكو سيستم، بنحسن الجو، بنحسن استهلاك المياه، وبنقلل الهدر. والجوانب الاقتصادية بنقلل التكلفة اللي بتحصل، بنقلل مصاريف الصيانة. من جانب الصحة بنحسن الصحة بتاعة الإنسان. فلو أنت عامل مبنى فيها تهوية طبيعية ده مفيد جدا، إنما لو أنت عامل مبنى التهوية فيه مقفولة، يعني كان في أحد المباني كنت شغال فيها الراجل المصمم مش عامل أي شبابيك خالص، مفيش أي شبابيك خالص، كلها مقفولة. يعني كمنظر شكله جميل جدا، لكن كأداء فعلي سيء جدا. تمام. فكان الحل ان احنا يبقى فيه نباتات داخليه موجوده، لان احنا مش هنكسر الواجهه بتاعت المبنى. الواجهه ازاز، ودي من اخطر المشاكل اللي بتواجهنا، ان المبنى الازاز ده ينفع في اوروبا لان درجه الحراره قليله وعندهم مناظر طبيعيه جميله، انما احنا يعني ليه تحط واجهه ازاز وانت عارف ان انت هتعمل صوبه زوجيه وهتضطر ان انت تشتري اجهزه تكييف غاليه جدا؟ زي ما المهندس حسن فتحي كان بيقول ان الله لو سمحني ان ازود درجه الحراره في المبنى 17 درجه مئويه بدون داعي. فاحنا بنركز على موضوع الطاقه، وبنركز على موضوع الميه، وبنركز على موضوع الماتيريال. كان ان احنا نعمل الموضوع ده مانوال كان بياخد مننا جهد كتير جدا، في حاجات كتيره ممكن تركز عليها فتفلت منك حاجات تانية. ممكن تعمل تصميم وفي تصميم تاني ممكن يكون افضل ما تشوفوش غير بعد ما نخلص المبنى. فبالتكنولوجيا الحديثه والحاجات بتتطور بشكل رائع كل فتره، اصبح في امكانيه ان انا اعمل تصاميم كتير جدا واعمل لها محاكاه باستخدام تكنولوجيات زي تكنولوجيا البيم، بيلدينج انفورميشن مانجمنت، اداره بيانات المبنى، بحيث ان انا اقدر اشوف افضل تصميم ممكن واعمل له المحاكاه واتاكد ان هو ده فعلا التصميم المناسب ليا. بيتر بيلدينج انفورميشن مانجمنت. فالبيم هيساعدني في ان انا اقدر اخد قرار، بيساعدني ان انا اتاكد ان انا محقق الاحتياجات بتاعتي عشان اخد درجه مثلا في الليد او البريم او الجي ساس. ودي مقاييس للاستدامه او المباني الخضراء. مقاييس يعني بيقول لو انت عملت كذا تاخد نقطتين، وجمع لي النقط ويقول لي انت حصلت مثلا على الفضي او حصلت على الذهبي او البلاتينيوم حسب الدرجه اللي انا واخدها. طبعا احنا عندنا في مصر الهرم الاخضر، ويعني في شويه مزايا جميله جدا زي ان هو بيدي درجتين على البيم، درجتين لو انا بستخدم البيم في الاستدامه، اربع درجات لو انا بستخدمه في السستينابيلتي. البيم بيساعدني ان انا اعمل كولابريشن بين كل الاقسام. فزمان كنت ممكن انت تعمل تصميم في الاستراكشر لكن الاركتكشر مش حاسس بيه ولا الميكانيكال، دلوقتي كله بيأثر في كله، هو مكان واحد فيه كل الانفورميشن وبقدر احصل على كل البيانات اللي انا عايزها. فالبيم بيساعدني من قبل ما ابدا افكر في المشروع، من قبل ما افكر ان انا ابدا المشروع البيم موجود معايا، مجرد فكره لسه ما صممتش، قبل مرحله البري ديزاين، بعد كده في مرحله الديزاين، في مرحله البري كونستراكشن، في مرحله الكونستراكشن، في مرحله الاوبريشن التشغيل، كل ده البيم بيبقى موجود موديل، هو مصدر وحيد للمعلومات بنقدر ناخد منه معلومات موثوقه منها ونقدر ان احنا نعمل لها محاكاه ونتاكد من جوده التصميم اللي احنا صممناه. فالبيم مش بيغني او مش بيلغي فكره التصميم البشري وفكره المعلومات اللي احنا بنتعلمها في الكليه، ولا بيلغي الكتب اللي بتتكلم في الانظمه البيئيه، ولا بيلغي العماره البيئيه، ولا بيلغي الحاجات دي كلها، لكن هو بيتاكد من فعلا هل المبنى ده بعد ما يخلص هيبقى بنفس الكفاءه اللي احنا بنحلم بيها ولا في مشكله هتواجهنا. لان يعني ممكن انت تركز على جانب معين وتكتشف في الاخر ان انت اهملت جانب معين بعد ما يكون المبنى اتعمل واتسكن. في ناس ممكن تصمم مدينه وهو مركز مثلا على انسيابيه الناس والحاجات دي كلها وعمل تصميم كويس جدا، لكن لما بدا التنفيذ فوجئ ان العربيه كلها بتحاول تختصر الطريق وتمشي، فاصبح المكان كان انت قاعد في شارع عمومي، فالناس كلها متضايقه من صوت العربيات، مش عامل تصميم ممتاز تبقى العربيات مثلا على جوانب
المنطقة اللي احنا عايشين فيها. ففي مرحلة الديزاين بيهتم بموضوع كوردينيشن وتأكد ان احنا كلنا بنتبادل المعلومات بشكل قوي، بنعمل فيجواليزيشن للديزاين بتاعنا نقدر نشوفه بشكل 3D ونقدر نوريه للعميل بحيث اتاكد هل هو ده فعلا اللي هو محتاجه ولا لا، لان ممكن العميل ما يكونش فاهم مخططات اللي هي 2D فيجي في اخر مشروع يقول لا مش هو ده اللي انا كنت عايزه، ونضطر ان احنا نهد من تاني. فبيبقى في رؤيه للمجسمه المشروع بحيث ان هو يتاكد من ان هو ده فعلا الناتج النهائي اللي هو عايزه. في الكونستراكشن بتاكد ان الماتيريال ما بيحصلش فيها هدر، ان الكلاشات تتحل كلها قبل ما نبدا في الموقع. متاكد ان الحاجه بتيجي من المصنع جاهزه تتركب، لان في المصنع سهل ان انت تسيطر عليها، انما في الموقع ان انت تقطع ده ممكن يؤدي لاصابات كتيره جدا في العمال، انما لما تيجي جاهزه وتتركب ده بيكون كويس جدا. واحنا شوفنا كتير جدا لما كنا بنستخدم الكاد ونبعت للمصانع كانوا بيصنعوا حاجات محتاجه اعاده تصنيع تاني في الموقع، وده كان بيؤدي لتاخير الشغل وبيؤدي لاصابات كثيره جدا في قلب الموقع. في مرحله التشغيل لو احنا عاملين تصميم صح وعاملينه موديل بيم ممتاز، فبنلاقي ان تكلفه الشغل بتبقى اقل بكتير. انا بتكلم على حاجه انا شغال فيها في موضوع الفاسيلتي مانجمنت، بنلاقي ان احنا مسيطرين على استهلاك المياه بمعدل اقل من الطبيعي، استهلاك الكهرباء، في مراقبه لكل سيستم. خلي بالك ان ممكن يكون في مرض او في حاجه صغيره خالص لو انت عالجتها ده ممكن يوفر عليك ملايين او يوفر عليك مشاكل كتيره جدا تحصل. زي ما يكون انسان مثلا حس في وجع بسيط ويعني عالجه من الاول، ممكن العلاج ده ما يكلفوش مثلا جنيه ولا 2 جنيه، لكن هو لو اهمله ممكن ده يكلفه مصاريف كتير جدا ويعمل عمليات وحاجات زي كده. فلما بنكون شغالين بسيستم زي البي ام اس بيلدينج مانجمنت سيستم وبنشوف المشكله اول ما تحصل، ده بيساعدنا ان احنا نتلافى خسائر كتير جدا. وبدل ما المبنى مثلا ممكن يعيش مثلا 20 سنه لا ممكن يعيش 50 سنه 60 سنه بسبب ان احنا عاملين له اداره كويسه، وان اي مشكله بتظهر فيه احنا بنحلها اول باول. وبيكون عندنا جداول كده ان في مواعيد للشنج اوردر او اوامر تعديل للحاجه، مثلا في اليوم الفلاني المفروض مثلا في مراحل معينه بيحصل لها تغيير للزيت او في حاجه معينه هنغيرها وهكذا. فبنراقب كل حاجه، بنراقب استهلاك الميه، بنراقب استهلاك الطاقه، المشكله بتاعت الكربون، كل الحاجات دي بنراقبها في قلب المبنى. يعني احنا بنقيس الحاجات دي كلها اثناء التصميم واثناء الكونستراكشن التنفيذ، واثناء التشغيل بنراقبها ثانيه بثانيه بحيث ان لو حصل مشكله نبدا نحس بيها ونبدا ان احنا نتعامل معاها. وفي بيبقى في كذا سنسور موجود بنبدا ان احنا نحس بالحاجه ونبدا ان احنا نتعامل معاها. طب الفكره بتتم ازاي؟ ان انا بيبقى عندي موديل بيم نقدر نعمل منه الستراكشر اناليسيز، بنقدر نعمل منه شادو اناليسيز، السن اناليسيز، بنعرف منه التكلفه. التكلفه دي في الاول مش دقيقه لان لسه المشروع ما بداش، مش عارفين انهي مكان اللي هنجيبه، لكن مع الشغل بتبدا الارقام تبقى دقيقه جدا. لو عندي بعد كده باخد المبنى دوت اعمل له بيلدينج بيرفورمانس اناليسيز لكل حاجه، لللايتنج، للسان شادو، للسولار، كل حاجه محتاجينها عشان نتاكد ان المبنى ده هيكون مبنى صديق للبيئه وان اللي هيقعد فيها هيكون قاعد مستريح. انت ممكن تعمل تصميم معين لكن وضع الحاجات بتاعت التكييف السبلاي والريتيرن الهواء اللي داخل والهواء اللي خارج مش مظبوط، فاللي قاعد مش مستريح. هو كتير قوي ممكن يقعد مثلا ساعه او ساعتين ويلاقي نفسه مش قادر يقعد في المكان ومش قادر يتنفس ومحتاج ان هو يخرج لان التوزيع بتاع الحاجه غلط. ومن ضمن الحاجات برضو الكوفيد 19 اللي احنا شفناه ان ممكن يكون واحد عنده فيروس في غرفه والناس الثانيه موجوده في غرف ثانيه خالص وما تقابلوش مع بعض، لكن الجهاز التكييف اخذ الهواء الريتيرن او الهواء الراجع من الغرفه ووداه المكان اير هاندلنج يونت، والمكان بياخد 80% يرجعه و20% فريش اير، ده العادي يعني الطبيعي. فبياخد الهواء الملوث بالفيروس يرميه في كل حته، فلازم يكون في معالجه او يكون في فلتر او يكون في اي حاجه تمنع انتقال الفيروسات داخل المبنى. ده مثلا تصميم، وبنبدا نشوف مثلا لو عملنا اوبننج هنا، لو عملنا فتحات هنا هيبقى المبنى عامل ازاي. في الاساليب التقليديه كنا بنعمل موديل او اثنين
ده اقصى حاجه، كل واحد فيهم ياخد له مثلا 4 ايام 5 ايام عشان نعمل تصميم كويس ونعمل له الاناليسز ونتاكد ان هو فعلا هيبقى حلو. انما باستخدام تكنولوجيا البيم انت ممكن تعمل 100 تصميم، 100 تصميم في مقر مثلا ساعتين ثلاثه، لان احنا بنستعين بحاجات خوارزميات زي جي ان اي والحاجات دي. دي ذكاء صناعي بيبدا يفهم ايه اللي انت عايزه ويبدا ان هو يطور نفسه كل مره، عنده ديب ليرنينج بتعلم عميق، فبتعمل التصميم وهو يبدا ياخد التصميم ده ويعدل فيه. مثلا انت بتعمل برج وتقول له بقى ايه، طب تخيل بقى بشغل البراماتيك او الجنريتيف ديزاين ان المبنى ده هيبقى 14 دور، طب لو 20 دور، طب لو 5 ادوار، هو بيستارك كل دي مع بعضه في الاخر يقول لك افضل تصميم عملت له اناليسز ولقيته مناسب لراحه الانسان هو التصميم دوت. وممكن يبقى على منطقه كامله، ان انا بقى عندي منطقه كامله اهيت، وابدا ان انا اقول له طب شوف لو التصميم اتعمل بالشكل دوت هيبقى كويس ولا لا، طب لو خليت المباني كبيره، طب لو المباني شايفه ايه عندي مثلا حاجه اثريه فابدا اشوفها ولا لا وهكذا. فبندخل كل المعلومات اللي نقدر عليها، تمام، زي مثلا الفتحات، زي الماتيريال، زي اللوكيشن، المكان اللي فيه المشروع، لان ما ينفعش مشروع يكون مناسب لدوله في اوروبا يكون مناسب للدول العربيه لاختلاف المناخ. نظام التكييف اللي هنشتغل بيه، الاكيوبنسي، الناس اللي هتبقى موجوده فيهم، عددهم وطبيعه الجلوس في المكان دوت، هل المكان ده بيشتغل 7 ايام في الاسبوع ولا 5 ايام، العناصر الداخليه جوه المبنى، كل الحاجات دي بنديها له وبنداله بدقه، بننزل فيها شويه جهد، لكن هو في الاخر بيدينا الناتشرال فنتيليشن، التهويه الطبيعيه، الدي لايت، الاناره الطبيعيه تبقى عامله ازاي، التكلفه في دوره حياه المبنى عامله ازاي، الليد انتجريشن تولز، كل الحاجات دي هو بيديها لنا. فبياخد انبوت محترمه، مدخلات محترمه، ويخرج لنا كل المعلومات اللي احنا ممكن نحتاجها. من ضمن الحاجات اللي هو ممكن يطلبها مننا على اساس يدينا حاجات دقيقه اللي هو الوزر داتا، ده ملف صور خالص بيبقى فيه معلومات خاصة بالمكان اللي احنا موجودين فيه، مثلا القاهرة، درجة الحرارة اللي فيها، اتجاه الرياح والحاجات دي كلها، بحيث ان هو يشوف الموديل هل فعلا مناسب لينا ولا لا. وبيبدأ بقى يعمل بقى اناليسيس للساوند والنويز. ممكن انت التصميم بتاعك زي ما قلنا ان انت سامح ان العربيات تدخل من قلب المجاورة اللي انت عاملها وتخترق، في ده بيعمل ضوضاء، طب لو انا عملت ان المكان ما ينفعش عربيات تخترقه، لا لازم الشوارع الخارجيه اللي بره المجاوره، ويركن بس ايه في جرشات في الجنب، ده هيكون احسن للناس اللي موجوده. احنا بنهدف ان احنا التصميم بتاعنا يكون بس في ديزاين، ان هو ما يكونش بيستهلك حاجه من بره المكان. يعني تخيل في بلاد كتيره عندها مشكله في موضوع الطاقه، والطاقه بتقطع فيها على طول وبتشتغل تقريبا ساعه وساعتين في اليوم، ليه ما نعملش الواح طاقه شمسيه في المكان دوت؟ العجيب ان المانيا مثلا من اكثر الدول اللي هي بتستعين بطاقه شمسيه، رغم ان الشمس عندهم مش قويه، واحنا عندنا في الدول العربيه نادرا لما بتلاقي في تشجيع على فكره الطاقه الشمسيه، ودي حاجه كويسه جدا لو الدوله مثلا قالت احنا هنلغي اي ضرائب على الاستيراد او الجمارك على الالواح الطاقه الشمسيه، او هنعمل مصانع للطاقه الشمسيه، او اللي هيعمل الواح شمسيه وعنده فايض من الطاقه ودخلها للشبكه بتاعه الكهرباء في المدينه هنحاسبه عليها وندي عليها فلوس. ده طبعا هشجع الناس. طيب في ناس كتير قالت نركز على موضوع ايه البرامج، يعني عايزين نتكلم كلام عملي، بس قبل ما نتكلم كلام عملي لازم نحط في بالنا ان البرامج مش هي المهمه، الفكر بتاعك او الانسان، الفكر الانساني هو ده المهم. لو انت مش فاهم الديزاين مهما حاولت هيطلع لك اي كلام، ممكن البرنامج يديك حاجات وانت مش فاهم ايه ديت فتوافق عليها ويطلع تصميم غلط. فلازم يكون عندك النولج ازاي تعمل حاجه زي كده، عندك المعرفه ودرستها. وعلى فكره كتب الليد او البريم هو بيقيس، مش كتب اللي هي بتعمل التصميم المظبوط. بنلاقي عندنا برامج بتعمل الموديل زي الريفت، زي الاركيكات، زي وهكذا، في برامج كتير جدا. وبنلاقي في برامج بتفحص الطاقه، انرجي اناليسيز،
ودي بتقبل موديل بيم او ممكن تقبل لوحه اوتوكاد او انت ترسم جواها، لكن لما تيجي ترسم جواها بتاخد جهد كتير جدا. لما بتيجي تاخد من الاوتوكاد برضو بتبذل جهد، انما لما بتاخد من الموديل بيم فهو بيدخل معاك جاهز. بنلاقي عندنا كوتكت وده اتقفل خلاص، بنلاقي انرجي بلس ده اوبن سورس، بنلاقي الديزاين بيلدر الاوبن ستوديو سمبرو الفازيري وده اتقفل برضو تمام. بالله عندنا برامج بتساعدك في ان انت تبرمج زي الداينامو وجراس هوبر. الداينامو ده بيشتغل جوه الريفت، الجراس هوبر ده بيشتغل جوه الراينو. في اغلب البرامج دي معتمده من الليد، يعني لو طلعت نتائج منها وبعتها بتاخد الدرجات اللي انت ممكن تاخدها من تطبيق الليد. بالله عندنا مثلا كل البرامج بتاعه البيم بتدخل معلومات فيها، بتدخل عدد الاشخاص، بتدخل ماتيريال، بتدخل سكادول، بتدخل الدوميستيك ووتر، كل الحاجات دي بتدخلها وهو يبدا يديك النتائج. ولما بدخل ماتيريال مثلا مش بتقول له انا هشتغل مثلا بماتيريال خاص، لا بياخد الماتيريال دي ويتاكد الخصائص الفيزيائيه بتاعتها، اليو فاليو، كل المعلومات اللي انت ممكن تدخلها وكنا مدخلها بشكل مانوال هو بيدخلها بشكل اقوى بحيث انها تبقى مرتبطه باي مكان تحط فيه، يبدا ان هو يعمل اناليسيس للمكان دوت. فممكن اصلا ما يكونش عندك معلومات خالص، مجرد بس شكل مبنى بتعمل الماس، هو يعمل اناليسيس لشكل الماس دوت. لو عملته على شكل سي يعني مستطيل بس في طلع منه الطاير مثلا، ولا لو عملته على حرف ال، ولا لو عملته كله مصمت، ولا لو عملته على شكل دائره مثلا الجزء اللي جوه هو اللي مفرغ، اي تصميم من دول المناسب ليا. فبتبدا تعمل كذا كذا ديزاين وتبدا تشوف اني الافضل. فبتعمل موديل وتعمل سيموليت وبعد كده فيجوالايز اناليسيس وبعد كده تاخد القرار. مثلا لو انت بتعمل الطاقه الشمسيه مثلا او الشمس، فبتدخل معلومات المشروع المكان بتاعه فين، وتبدا ان انت تفعل موضوع الصن والشادو، وممكن تعملها في لحظه ثانيه معينه او في يوم او اكتر من يوم، ويبدا يعمل لك اناليسيس ليها. ممكن تعمله في اي برنامج من برامج البيم او توديه لبرنامج متخصص في السيموليشن او الانرجي سيموليشن. تمام، دي صور طالعه من البرامج عادي، أو ممكن تبقى صور متحركة بالشكل دوت، ممكن تبقى بثانية بثانية. الحاجات دي كانت بتاخد جهد لما كنا بناخدها بشكل مانوال، لكن مع استخدام تكنولوجيا زي تكنولوجيا البيم أصبح الموضوع أسهل وأبسط. هنا مثلا في مول، فاحنا مختارين حجم السكاي لايت أو حجم الزجاج اللي فوق نخليها قد إيه، لو خلناه 100% ولا خلناه 50% ولا خلناه 10%. فاخدنا ثلاث اقتراحات وبنقارن بينهم ونشوف اني اللي هيكون احسن لاستهلاك الطاقه. فتخيل لو احنا خدنا قرار خطا وبعد ما المول اتعمل اكتشفنا ان هو خطا، فنقول بقى المره الجايه لما يجي لنا مول تاني نبقى نعمل حسابنا ناخد لا خلاص، هو الاناليسيز اللي في الاول هينبهك للمشاكل الموجوده. ده بقى ميزه جميله جدا ان انت بتغير بارامتر معين، اول ما بتغيره بتغير الديزاين بتاعك. طب لو عملت هنا مثلا حاجه فيها مثلا تمنع دخول الشمس، شويه شادو كده موجوده، هيكون افضل ولا لا، وحجمها قد ايه، طب لو قسمت النافذه على مرتين ولا لو خليتها حته واحده، كل الحاجات دي بتبدا تعمل اناليسيز ليها. الماتيريال بندخل كل المعلومات الخاصه بالماتيريال، بنعمل هيتنج اند كولنج لود، ده بيتعمل الهيتنج اند كولنج لود بيتعمل لكل مساحه موجوده في المبنى، فبيبقى عندي كذا اريا هو اوتوماتيك بيعملهم. لما كنا بنعملهم بالمانوال ببرنامج الهاب ده كان بياخد مننا جهد كبير جدا، يعني كل غرفه بتبدا تدخل معلومات الغرف اللي جنبيها، وعملناها قبل كده مانوال في نقابه المهندسين في كورس، كان جهد جهيد وكان مثال صغير خالص مع المهندس ايمن عمر. لكن لما بندخلها بقى بالبيم خلاص هو بياخد عنده كل المعلومات الغرف اللي جنبيه واللي ورايا واللي فوقيه، فبيكون المعلومات عنده متاحه جدا، يعني بيبدا يحسب لي كل سبيس الحاجات بتاعتي. ده كونسبشوال ديزاين، ده بقول له مثلا عايز اصمم مكان،
فبيديني الف ديزاين. فانا بقول له لا ده انا عندي شويه محددات معينه، انا عايز مثلا ما يزيدش عن كذا وما يقلش عن كذا، عدد الادوار يبقى من كذا لكذا. فهو اوتوماتيك بيبدا يعمل فلتره ويجيب لي الحاجات بس اللي فيها الصفات ديت. ده مثلا برنامج انسايت 360. تمام، ترفع الموديل، خلينا نشوفه عملي. ده ديزاين مثلا كان موجود. تمام، كان الاستهلاك كبير جدا، لكن لما اقترحنا بعض الاقتراحات بدا الاستهلاك يقل خالص. ده موديل هيستوري، كانت الارقام الاستهلاك كان قد ايه، كان مثلا في حدود 11 دولار للمتر المربع. تمام، قدرنا من 11 نوصله ل 0.8. يعني تخيل اللي فكان قد ايه وبقى قد ايه لمجرد ان احنا اخترنا ماتيريال معينه، شفنا الاختيارات اللي موجوده. طب لو في شادو هتبقى عامله قد ايه، بنبدا نشوف ايه الحاجات اللي ينفع ان احنا نغير فيها تعمل تاثير كبير. في بعض الحاجات كان تاثير بسيط، الروف مثلا بدانا نشوف العزل بتاعه هيبقى ايه، هنا الاتفاك لان في كذا سيستم السلاب بتاعه كان كبير. تمام، فاحنا قلنا لا احنا نشتغل الحاجات اللي هي هتوفر. تمام، طبعا بنبدا ندرس الفرق بين التكلفه والاستهلاك وهكذا، المبلغ اللي هدفعه في الاول اللاعب بتاعه هيجي في قد ايه. بنقدر نعمل سولار اناليسيز، لايت اناليسيز، هيتنج اند كولينج لود، جنريت انسايت، بنشوف الاناره. جرين بيلدينج ستوديو، ده موقع برضو مجرد ان انت بتعمل موديل على البيم، او ممكن انت تعمله على اي برنامج اخر، بس تطلع ملف اسمه جي بي اكس ام ال، ده ملف تكست صغير خالص. تمام، دي بعض المشاريع اللي احنا شغالين فيها. خلينا نشوف اخر واحد. تبدا ترفع المعلومات اللي انت عايزها، وفي الاخر بيطلع لك كل التفاصيل الخاصه بالويزر ستيشن، تقدر تعملها داونلود زي ما انت عايز. كلايمت اناليسيس، تقدر تعمل التحليل للمناخ اللي موجود هنا، ممكن تدخل المبنى كله او تحدد انا هشتغل بأي حاجه. ممكن تشتغل بالمعلومات المعلومات الخاصه بالمبنى، يعني ممكن ياخد هو كتله، او تقول لا والله اشتغل على الماتيريال الموجوده في المشروع ده وهكذا. ده الماتيريال اهوت، مش مجرد ان انا بديله اسم الماتيريال، لا ده انا الثيرمال نفسها كلها موجوده، الفيزيكال كلها موجوده. فلما بيجي يعمل اناليسز مش بيعمل في حيطه، لا هو عارف كل حيطه فيهم ايه الماتيريال اللي جواها واليو فاليو بتاعتها قد ايه وهكذا. ده تحليل لللايتنج، فهتلاقي في بعض الاماكن مش وصل لها اناره طبيعيه. كل الحاجات دي شرحناها في بيم اريبيا، كل واحده فيهم ازاي نقدر نعملها فعلا عملي. ده اوتوديسك لايتنج بلجن فور ريفيت، بلجن استطبناه وعملنا الاناليسيس دي المكان. ده برضو اداه برضو بتحلل بس دي الاناره الصناعيه، هل هي كافيه ولا مش كافيه ولا اكثر من اللازم. دي حاجات 3D، الاناره اللي فوق بتنور الجزء دوت وبتخف في الاجزاء الداخليه. ده التصميم وده اللي اتنفذ فعلا. ده ايكو سكور، بيبدا يشوف لو انا طبقت افكار الديزاين بتاعتي هحقق قد ايه من الليد، بقول له ايه الليد اللي انا عايز احققه، فهو يبدا يحلل ويبدا يشوف هل فعلا انا اقدر بالتصميم بتاعي احققه ولا لا. هنا ده بيحلل الماتيريال بحيث ممكن يكون فيه ماتيريال مثلا خشب، ماتيريال كذا، فهو بيبدا يشوف لي الماتيريال دي حقق قد ايه من موضوع الاستلام. طبعا في برامج ثانيه زي الاركيكاد، في برنامج جواه اسمه ايكو ديزاينر، ده بيعمل ديزاين بشكل قوي جدا، بيطلع لي الاستهلاك في خلال الشهر بيبقى عامل ازاي والتفاصيل، وهل فعلا انا اقدر احقق الاستدامه ولا لا. ده برنامج اسمه ايكو دلوقتي بقى اسمه اوبن بيلدينج ايكو سيموليشن انرجي سيموليت، بيبدا ان هو يعمل. ده من شركه بنتلي اللي عامله الماكنتوش. هنا لو انا عندي خريطه لسه ما اخترتش المكان، فعايز اشوف اي مكان اللي اقدر اعمل فيه المشروع بتاعي،
فطبعا انت بتاخد درجات لو انت قريب من خدمات، فانت بتقول له انا اهم حاجه بالنسبه لي اكون قريب من الطرق او قريب من الميه او قريب من المباني او قريب من الطريق بتاع الاتوبيس، فهو بيبدا يحدد لك اني مكان لو اخترته هيكون فيه متحقق المواصفات ديت. ده برنامج فزاري كان بياخد من الريفت وشغل بشكل قوي. ده اوتوديسك سي اف دي، ده بيدرس حركه الهواء، وده بنستخدمه غالبا لما يكون عندنا مثلا في دراسه للهواء او دراسه للدخان اللي هيحصل لو حصل فيه حريقه هتبقى عامله ازاي. ده برضو مكان اهوت، بدانا نشوف السبلاي والريتيرن هيتوزعوا ازاي. سي اف دي اناليسيس، ده مشروع ناشونال ميوزيوم في قطر، ده غرفة مخصصة جدا يعني سبيشال، عملنا اناليسيس مخصوص. هنا بقى اناليسيس لمدينة كاملة برنامج الاي اس. لما لو عملنا بالشكل دوت والإنارة هتبقى عاملة ازاي، هل هتبقى متعبة العين ولا كويسة، لان في بعض المشاريع بعد ما بتخلص بتلاقي لا مريحة لا مؤذية العين وهكذا. برامج الدايلكس، ده من برامج اللي هي بتاعت توزيع الكهرباء. دلوقتي الاصدار الجديد اللي شغالين عليه افضل كتير، بيقبل من البيم بشكل قوي، فبتقدر ان انت تعمل اناليسيز لللايتنج اللي نركه فيها لا. ده كلايمت ستوديو، بيبدا بقى يوريك خلال اليوم هتبقى عامله الاناره ازاي. البيم موديل لو دخلناه على الايكوتكت، الايكوتكت وقف، يا ريت ما حدش يستخدمه. الراينو من البرامج القويه جدا في موضوع البراماتيك، فبنقدر نعمل بيه ديزاين بشكل حلو، وجواه جراس هوبر بنفس الداينامو، بس يمكن جراس هوبر اقدم من الداينامو، لكن مع الوقت هتكون نفس الامكانيات موجوده في الاثنين زي بعض. فبتقدر تعمل شغل براماتيك، وتقدر ان انت تشتغل مثلا بحاجه زي ليدي باج، فتعمل اناليسيس للويزر داتا، تعمل اناليسيس للشكل اللي موجود وهكذا. بتدي له ملف اللي هو بتاع المناخ اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاي بي دبليو. عندنا مثلا بتر فلاي بيبدا يدرس السي اف دي وحركه الهواء تبقى عامله ازاي. الهاني بي والثلاثه دول اوبن سورس، الهاني بي والبتر فلاي والليدي باج، وفي ناس شغاله ان هي تدخله ويبقوا موجودين في الريفت مع الداينامو. في الديفا فور راينو، ده بيبقى فيه اناليسيز للدي لايت فاكتور، اناليسيز للليد كومبلاينس، هل انت حقق الليد ولا لا. وعندنا بقى ديزاين بيلدر، ده من البرامج قويه جدا، شرحناه برضه في بيم اريبيا. بيشوف السي اف دي، بيشوف الدراسة للكولينج والهيتينج اللي موجودة في المبنى. البرنامج دوت من البرامج اللي ممكن تشغل من غير الريفت او من غير البيم، لكن لما بتشغل بالبيم بتوفر وقت كتير جدا على نفسك، بتلاقي المبنى موجود جاهز، ما بتضطرش ان انت تبني من اول جديد. في ان انا اقول له حمل لي ملف من ملفات البيم. ايه كويست برضو من البرامج اللي بتعمل اناليسيس للدي لايت. عندنا بقى برنامج اسمه انفيميت، ده لو انت عندك منطقة مدينة كاملة فبتقدر تعمل كتل وبنعمل لك اناليسيس ليها كلها. طيب خلينا نشوف برنامج اسمه سبيس ميكر اي اي، ده برنامج قائم على الذكاء الصناعي، بيساعدك على اختيار التصميم الافضل واختيار المكان الافضل. بقول مثلا عايز المشروع هوت، فبيقول لي اختار المكان اللي فيه المشروع، تمام، واختار يعني جزء مثلا. طيب هتشوف ان بمنتهى السهوله اقدر ان انا اشوف لو المشروع بتاعي كام دور، التأثير بتاعه عامل ازاي، طب لو قسمته تقسيمة تانية، طب هو شايف ايه مثلا.
تقدر ان انت تختار مثلا بقول له سايت اريا هتبقى قد ايه، فتقدر تحسبها لك قد ايه اوفيس، قد ايه كوميرشال، قد ايه ريزيدنشال في الديزاين، وتقدر تعمل سيلكت على اي مبنى وتقدر تعدل فيه كشكل كعدد ابراج. مجرد قلت له 13 دول فبدا يرسمهم لي. تقدر تقول لا ده انا عايز ادخل هنا على الديفايد لاين، عايز اغير الديفايد لاين، عايز اغير السايت ليميت، تمام، هشتري حته ارض جنبيه مثلا، تمام. فتقدر ان انت تتحكم في كل حاجه موجوده في الشكل المباني، توزيعها، تمام. تقدر تعمل دراسه السن، اهي بدا يعمل لك دراسه للسن للمكان كله، في اماكن معينه مش هيوصل لها الشمس مثلا في الديزاين دوت، فتقول لا طب انا عايز اغير الديزاين، لا عايز المباني دي تبقى عدد الادوار فيها مثلا 2 مثلا او 3 وهكذا. فانت كل الكلام ده اونلاين اهو وخفيف جدا. طب انا عايز اعمل اناليسس عشان اشوف هل التصميم ده كويس ولا لا، فبيعمل لك اناليسس لحاجات كتيره جدا. زي ايه؟ زي مثلا التصميم للمباني، تصميم هشوف الحته معانا ولا لا، يعني مثلا هشوف البحر ولا لا، عامل تصميم مثلا جنب مثلا مكان معين الناس كلها عايزه تشوفه، ففي امكانيه ان احنا نشوفه من الابراج دي ولا لا، ايه الاماكن اللي هتشوفه. طيب الضوضاء يبدا يعمل لك توزيع للضوضاء، هياخد اناليسيس هياخد له تقريبا في 11 ثواني، هو خد الاوردر وبعد كده هيبدا يجي لي هنا ان هو عمل اناليسيس للروت والريل. الفيو بحدد له مثلا مكان معين هو يبدا يقول لي هيبدا يشوف ايه بالظبط. انا اجزاء الاجزاء دي مثلا منخفضه فهي مش هيقدر يشوف الاماكن اللي انا محددها. فيو تو اريا، تمام، ايه الاماكن اللي انا مهتم ان انا اشوفها. في مثلا هنا بارك فبدا يقول لي دي هتشوف بنسبه قد كذا، في النهر ان انت تشوف بنسبه 55% وهكذا. فطبعا لما يكون حاجه بتطلع على البحر ده هتبقى حاجه كويسه جدا، فممكن مثلا ازود الارتفاعات المباني اللي بره والاماكن اللي جوه ديت هي دي اللي تبقى واطي شويه بحيث الاثنين يبقوا شايفين البحر وهكذا. يعني تقدر تعمل اناليسز بسهوله جدا، تمام، تحليل للشمس مثلا اهي. طيب ممكن اعمل مثلا تحليل للدي لايت، يبدا يجيبها لي، مجرد ان انت بتدوس على التحليل يبدا يجيب لك الاناليس بتاعتها. الانرجي، لو انا عملت بقى سولار بانل هيوفر لي قد ايه في الطاقه. ممكن بقى هي تدخل بقى في الانرجي وتشوف بقى فعاليه البانل قد ايه، الروف كفرج هتغطي بنسبه قد ايه، فكل حاجه بتحددها. كل الحاجات دي مش ارقام عشوائيه، تمام، بيقول لي في اناليسيس انت كنت طلبته يتعمل لسه. تحليل للويند هيبدا يعمل تحليل وممكن يبعت لي على الايميل يقول لي التحليل خلص مثلا بعد 10 دقايق ولا حاجه، تمام. فممكن اقول له طب وريني تصميم تاني، التصميم التاني ده اعمل له اناليسيس واشوف هل التصميم الجديد ده هو الاحسن ولا التصميم الاولاني. حاجه بالشكل دوت نفس ده ابدا اقول له طب اعمل لي الراحه بتاعت الناس اللي موجوده قد ايه، او الناس هتدعي عليا ولا هتدعي لي يعني، تمام. فالتصميمات كتيره جدا زي ما انت شايف، تقدر تختار وتبدأ تعمل اناليسيس لكل حاجه انت بتفكر فيها، تحليل للضوضاء، تحليل للاوت دور اريا. ان شاء الله هشارك معاكم الكتاب دوت والفيديوهات، تمام، بحيث لو في حد عنده اي استفسار. طيب لو في اي حد عنده اي اسئله ممكن يفتح المايك او يكتب، وانا ان شاء الله اعمل داونلود للملف ده واشاركه معاكم ان شاء الله.
السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر حضرتك جدا على المحاضرة الروعة دي. أنا شاكر لحضرتك. لا لا شكر لحضرتك أستاذ. الله يكرمك، بنستفيد منك ونتعلم منك على طول، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب ويزيدك من علم. الله يكرمك أستاذ. الله يبارك فيك. كان عندي سؤال بالنسبة لبرنامج ديزاين بيلدر. ايوه. هل حضرتك لما بتدخل من الموديل من الريفت وبتدخله بتكون اوريدي مدخله يعني الماتيريال واللايتنج والاتش باك وهكذا وبيخش يتقري المعلومات دي جوه الديزاين بيلدر ولا بتخش تتعدل تاني؟ لا انا بدخله كل حاجه في الريفت نفسه، لكن لو انت عايز تعدل في قلب الديزاين بيلدر هو بيديك الامكانيه ان انت تعدل اي حاجه انت عايزها. يعني كميه التعديلات المتاحه في الديزاين بيلدر رهيبه، فانت ممكن بعد ما تدخل الموديل تلاقي في حاجه مثلا عايز ان انت تعدلها في الديزاين بيلدر، بتلاقي كميه حاجات كتيره جدا ممكن ان انت تعدلها. لكن لما بتدخل الملف اللي هو الجي بي اكس ام ال، فالجي بي اكس ام ال بياخد كل المعلومات. لكن اللي بيحصل او الخطا اللي بيحصل عند ناس ان التصدير للجي بي اكس ام ال ساعات بيبقى فيه اكتر من نوع او حاجات زي كده. وكذلك الاف سي، الاف سي برضه وانت بتصدر لازم تتاكد ان انت بتصدر كل الانفورميشن اللي انت محتاجها، تمام؟ يعني هو هنا بيقبل ايه؟ بيقبل اول حاجه لازم تحددها، بتختار التمبليت اللي انت تشتغل فيه، وبعد كده ممكن تقول له مثلا انا عايز اعمل فايل جديد او اوبن اكستنشن فايل، خلينا نقول له مثلا فايل جديد. هتلاقي هنا ان انت تقدر تدخل ملف الجي بي اكس ام ال، الجي بي اكس ام ال اللي بيكون فيه كل الانفورميشن. امبورت 3 دي موديل، وليك ان انت ترسم لو في حاجه عايز ترسمها تقدر ان انت ترسمها. تمام يا استاذ، ربنا يبارك فيك. طيب اتفضل. لا ما حضرتك اتفضل. طيب بالنسبه لتحليل الطاقه، يعني كمان لازم زين بيقدر يعتبر يعني من يعني هو مخصص طبعا لتحليل اداء الطاقه للمباني، مظبوط. هل يعتبر هو يعني الاكفأ في البرامج اللي حضرتك عرضتها؟ انا عارف ان طبعا فيهم برامج مخصصه لللايتنج وبرامج مخصصه للبارامتر ديزاين وبرامج مخصصه لكذا، بس يعني هل هو يعتبر الادق او من البرامج اللي حضرتك ممكن تكون بتستعين بيها في شغلك بشكل اساسي في حسابات الطاقه تحديدا؟ انا بستعين بيه صراحه، لان انا لما بديله الحاجه هو بيبدا يجيب لي معلومات كتيره جدا، بياخد مني انفورميشن كتيره في الاول. لكن هو يعني اول ما تدخل هنا مثلا في السامري، او خلينا ندخل هنا مثلا في الايديت، بياخد مني شويه انفورميشن قويه جدا، تمام؟ كل واحده من دول بتبدا تدخل فيها، بتقول له سايت لوكيشن فين بالظبط، الجراوند مثلا، المعلومات اللي خاصه بيها، السكواير، الحاجات دي كلها بيديني معلومات قويه جدا. في بعض الملف موجود في الشات لو حد عايز يبص عليه، موجودة في الشات، تمام؟ وبرضو في كتابين هحاول، في كتاب هو في كتاب انا شغال فيه بس لسه بيترجع، برضو ان شاء الله ايه هبعته لكم باذن الله. الفكره كلها في ان انت بتدخل معلومات دقيقه جدا، وهو معتمد في مشاريع كتيره. يعني لما بتعمل مشروع وتبعته محدش بيعترض عليه، ولو بتعمل ابحاث سكولر وكده لا متوافق عليه، ما فيهوش اي مشكله خالص. فانا معتمد عليه الصراحه بشكل اقوى من بقيه البرامج. في ناس متعوده انها تشتغل جوه الراينو والجريس هوبر، فبتشتغل بالادوات اللي موجوده، بيطلع لها برضه حاجه دقيقه وبيكون فيها فيجواليز اكتر او شكل جميل يعني، تمام؟ كل واحد بيشوف ايه الاداه اللي هو بيستخدمها اسهل ويشتغل بيها. تمام استاذ، ربنا يبارك فيك يا رب، شكرا جزيلا. الله يكرمك استاذ. تفضل شمس لو في حد عنده يسأل. في حد عنده يسأل؟ عليكم السلام شمس. شكرا لحضرتك شمس على المحاضرة الجميلة دي والله. كان عندي سؤال في سلايد اللي هي بتاعت البرامج كان فيها الراينو والماكس بيستخدموا في البيم موديلينج. فأنا دلوقتي أنا ماشي في اركتكتشر بيم تراك مع باخد دبلومة يعني مع شركة معينة. فجنبها انا محتار هل اكمل في الراينو مثلا اتعلم الراينو وجراس هوبر ولا اشتغل في الماكس؟ ما هو الفكره كلها ايه؟ بص كل برنامج ليه ميزه وليه نقاط قوه، تمام؟ فانا مثلا في الشغل بتاعي الريفت هو الاساس.
البرامج التانية مش أسوأ من ريفت، بس أنا الشركة بتاعتي حاكمة بكده. الأركيكات كويس، الرايم كويس، الثري دي ماكس كويس، أنت محتاج إيه؟ أنا شغل الشركة بتاعتي الشغل بتاعي هو اللي بيقول لي إيه الحاجة اللي ركز عليها دلوقتي. وأنا لسه طالب، فأنا لسه داخل رابعة مرة، فأنا عايز أتأهل نفسي كويس لسوق العمل بحيث إن أنا أكون مستعد يعني. طيب لو أنت سوق العمل الأغلب في برنامج الريفت، حاول تتعلم الريفت والراينو. الثري دي ماكس أنا عن نفسي شخصياً باخد منه ان انا اعمل بي رندر بس، يعني ان انا اعمل بي موديلنج لا. ليه؟ لان الموديلنج اسهل على الريفت بالنسبه لي، تمام. فلو انت عملت الموديلنج على الريفت هتلاقي اسهل بكتير، ومجرد بس تروح لل3 دي ماكس اعمل له رندر، وان كان الريفت جواه رندر حلو قوي، سواء بالتوين موشن، سواء بالانسكيب، سواء باليومن، سواء بالفيري، كل الحاجات دي بتعمل رندر قوي جدا على الريفت. لكن لو انت عايز توصل للتوب 100% لازم تروح للثري دي ماكس، والفيري اللي في الماكس اقوى من الفيري اللي في الريفت. فلو انت عندك وقت اتعلم الريفت وتعلم الراينو وتعلم ازاي تعمل رندر بس على الثري دي ماكس. تمام يا باشمهندس، شكرا جدا. عمرك يا استاذ. في اي حد عنده اي اسئله؟ في حد عنده أسئلة؟ طيب خلاص، نختم إن شاء الله بالشكر لمركز القبالة العربية للبحوث والدراسات الإنسانية، وشكر خاص لدكتورة أسماء أبو اللاشين ودكتورة ميرفت شرف الدين على الدعوة الكريمة. ونتمنى الناس كلها تهتم بفكرة الاستدامة طول ما شغال، سواء مهندس معماري، إنشائي، ميكانيكا، كهرباء، أي تخصص يهتم بفكرة الاستدامة، لأن احنا الاستدامة حاجة أساسية، ودلوقتي بالذات إن احنا انتبهنا لموضوع الفيروسات بقت حاجة ضرورية جدا، يعني لأن ممكن بسبب إن احنا قاعدين مثلا في البيت أو الناس بدأت تشتغل من البيت أكتر بيجي لهم امراض، لان التهويه مش مظبوطه، الاناره مش مظبوطه، الحاجات دي كلها. كل حاجه، كل حدث على مستوى العالم بيأثر على العماره وشكل العماره وشكل المدن وهكذا. الحرب العالميه الاولى اثرت بشكل كبير جدا على شكل العماره، وظهرت نوع مدارس مختلفه من العماره، وكذلك الحرب العالميه الثانيه بدات اشكال تانية من العماره تظهر لنا. حرب اكتوبر اثرت على العماره في امريكا واوروبا، لان منع البنزين ده أثر كتير جدا عليهم. موضوع كوفيد-19 هيأثر على المباني وهيأثر على التصميم، فلازم نهتم بالموضوع، كل واحد في التخصص بتاعه يبذل أقصى جهد إن هو يعمل حاجة عشان الإنسان، عشان ربنا يعني يتجاوز عنا يوم القيامة، إن الراجل ده كان مهتم بإن هو ينفع الإنسان ويصمم للإنسان. وجزاكم الله كل خير، وشكرا لكم على الوصف. الله يكرمك، شكرا، ألف شكر.